اه ده في معمم متصل حلو. ده لسه هوريكم الخمس. قالوا اتفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. اليوم كلش مرضين اليوم، ما تفتح علي خط، ليش؟ في صلب الموضوع لو سمحت يا سيادة المعمم. سيادة المعمم، هو بصلب الموضوع، بصلب الموضوع ان شاء الله، بصلب الموضوع، بس اعطيني مجال شوي. بصلب الموضوع، تفضل. انتهى بنا الحديث، انا بس احب كم سؤال اوجه لك في صلب الموضوع، ما يخالف؟ ما يخالف، ما يخالف. جزاك الله خير جزاء. احنا لو رجعنا للاموال المفروضه بالاسلام، راح تحددها الايه الكريمه المباركه، قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وامن بكتاب، الى ان يقول: واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، بعدين يذكر: واقام الصلاه واتى الزكاه. اذا جعل هنالك مالين، زكوات وجعل اتاء المال، اتيان المال. يعني من حيث المنطق ما ممكن نقول، نقدر نقول الزكوات واحد واتاء المال واحد. اذا عرفنا هذا، راح نرجع نقول معنى الزكاه بالقران اللي وردت 33 مره: واقيموا الصلوات. الزكاه فقط، الزكاه هنا المقصود بها فقط الزكاه، لاني له عموم الاموال المفروضه بالاسلام. خو عموم الاموال المفروضه بالاسلام، خير دليل في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، جعل ماليا. اذا هالشكل رجعنا، راح نجي لهاي الايه اللي في سوره الانفال، الايه 41: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. هاي الايه المفسرون قالوا نزلت في بدر، تمام، نزلت في بدر، الا انه هاي الايه المباركه اللي هي 41، هنالك ايه 68 في نفس الصوره، سبقتها بالحكم، الا انها تاخرت عنها بالتلاوه. يعني قوله تعالى 68: وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، ثم يقول: تريدون عرض الحياه الدنيا والله يريد الاخره ان الله عزيز حكيم. بعدين يقول: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم ما ولولا كتاب الله ما لولا ولولا كتاب من الله سبق لمسكم ما اخذتم لمسكم لما لمسكم لولا كتاب الله ما سبق لمسكم ما اخذتم منه بلاء عظيم فيما او عذاب عظيم. هاي الايه كل المفسرين اللي موجودين عند القرطبي، وهذه هاي الايه المباركه نزلت قبل هاي الايه اللي يعلموا ما غنمتم من شيء، حتى انه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما جمع اصحابه وقال لهم بالحرف الواحد: هذه الايه المباركه اثنان عفي منها من العذاب، يعني كانه والله عز وجل، ليش؟ لان المسلمون راحوا من الغنائم، كانما الغنائم اساسا كانت ما الغنائم في عند الانبياء السابقين كانت تقرب قربان وتنزل عليها النار، فقال عفي من هذه الايه العذاب لولا هاي الايه لنزل البلاء الا على اثنين: سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب. ليش؟ لانه استشار اصحابه، قالوا اصحابه، ابو بكر قال له: قال ما اصنع بالاسارى؟ قال لهم: يعني اولئك اناس، يعني ابناء قومك. استشار سعد بن استشار ابن ابن رواح قال: احرقهم في النار. استشار عمر بن الخطاب قال: اقتلهم او اضرب عناقهم، حتى انه قال: دعني اضرب عنق فلان، ودعا علي يضرب عنق عقيل. وعند ذلك نزل قوله تعالى، حتى قال النبي إلى أبا بكر قال: مثلك مثل إبراهيم في قومي عندما قال، ومثل عيسى في قومي عندما قال: ربي إن تعذبوا إنهم عبادك، ومثل عمر في قومه، مثل موسى قال: ربي اطمس على أموالهم. هذه إذا لو فرضنا آية الخمس اللي 41 نزلت قبل هذه الآية، لما كان الآية هاي تكون؟ إذا هاي الآية سبقت آية الخمس حكما،
سبقت إلا أن تلاوة تعرف تأخرت عنها، يعني كأنما بالتلاوة إذا نريد نرجع الآية نقرأها واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول ذو القربى واليتامى، بعدين شو يقول؟ من آمن بالله واليوم الآخر يوم التقى الجمعان. إذن هذه الآية حكما نزلت بعد آية 68 اللي هي الآية وما كان للنبي أن يكون له أسارة، وتلاوة سبقت أن يكون له إيه؟ إذا عرفنا هذا أن يكون إذن آية الخمس أن يكون له إيه يا سيادة المعمم؟ يا سيادة المعمم أن يكون له إيه؟ ملي. أن يكون له إيه؟ وما كان لنبي أن يكون له أسارة حتى يدخل في الأرض. الآية 68 من نفس الصورة المباركة، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عز الحكيم، وإن الله عز الحكيم. أسأل بالضبط النص مو يم بس لأني لا أستذكره. هذه الآية المباركة قال فيها القرطبي وقال عن ابن عباس عندما جمع النبي أصحابه أنه هذه قبل كانوا يقدمون القرابين الغنائم قبل الأنبياء السابقين، الغنائم ما يأخذون منها يجعلونها ويجعلون تنزل عليها من النار وتروح، وما يعني كأنما هاي بها إذنية. بعدين قال قوله تعالى بعد هاي الآية المباركة قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذه أنطت أول يعني أذنية بأكل الخمس من الغنائم، وأنطت أذنية بالفداء من الأسارة، لأن بعدين في سورة الحشر أو في سورة محمد عندما قال إما منا بعد أو فداء حتى تضع الحرب أوزارها، كأنما قبل الأسارة يقتلون، قبل الأسارة يقتلون، بس هاي الآية المباركة هي الذي أنطت المال، أنطت أذنية عنه يفادون الأسارة والغنائم تؤخذ. لو كانت آية الخمس 41 قبل هاي الآية المباركة لما كان لهذه الآية أن تقول ولولا كتاب من الله سبق لمسكتم لما أخذتم منه شيء بلاء عظيم. ها إذن ذيك الآية حكما أخرت وتلاوة سبقت، إذا ذيك عامة يعني هنا لو أعلموا أن ما غلبتم من شيء فإن لا خمسة، خير دليل بعدين جعل مع الغنائم جعلها معها. يا سيادة المعمم يا سيادة المعمم يا سيادة المعمم خاص اسمح لي، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإيه؟ فإن لله خمسه فإن هاي الآية 41، هاي الآية 41 قلت لك تلاوة سبقت آية 68، ولكن حكما شوف واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله واليوم إن كنتم آمنتم بالله ويوم إن كنتم آمنتم بالله بعدين يقول يوم ويوم الآية بعد يذكر بها واقعة بدر. ما كان للنبي أن يكون له إيه يا شيخ؟ ما كان للنبي أن يكون له إيه؟ الآية 68 ما كان للنبي أن يكون له أسارة حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. الآية من نفس الصورة الآية 68 ولولا كتاب سبق من الله لمسكم ما أخذتم منه عذاب عظيم فكلوا بعدين شو يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وبعدين يا أيها الرسول مال الأسرة يعني مال تفاضل يا أيها النبي قل سيادة المعمم سيادة المعمم وحضرتك التاكسي اللي جابك على قناة ولا جابك على حسينية؟ والله العظيم بالبيت والله العظيم ورب العزة لا بالحسينية ولا بالبيت لا ولا التاكسي اللي جابك هنا عشان يعني الناس اللي جابتك عشان تتكلم قالت لك ان انت رايح حسينية ولا رايح هنا على القناة. طيب على العموم شكرا ليك، يعني استفدنا كتير بصراحة استفدنا كتير، شكرا ليك يا ست المعلم، شكرا ليك استفدنا كتير 10 دقايق كفايه عليك. يا ريت كده انا مش هعلق على الفيديو ده، بس حضرتك خده ولم عيالك ولم ابناء الحاره كلهم عندك وحاول ترجعه مره واثنين وثلاثه وتشوف غلطت في كام ايه قراتها
وعدتها غلط كم مرة، وانت بتتكلم اساسا في ايه، والموضوع بتاعنا اساسا في ايه. وبعدين يبقى تعالى بكرة ان شاء الله يمكن يرجع لك عقلك. يا رب يا دين يا رب يا دين، بالله عليكم دول معممين، بالله عليكم في العشر دقايق اللي هو اخدهم دول حد فاهم منه حاجة؟ بالله عليكم ده عمره قرأ قرآن قبل كده؟ طب بالله عليكم، بالله عليكم ده قرأ آية الخمسة قبل كده؟ ده قرأ آية الخمسة قبل كده أو قرأها على قد على إيد حد حتى؟ طب بالله عليكم ده حد قال له ترماي كام رايح فين، ولا قطار كام رايح فين، ولا أتوبيس كام، ولا باص كام رايح فين؟ ده الراجل انطلق زي الصاروخ ولا تفهم كلمة من كلامه. أنا كل اللي فهمته إن الآية دي نزلت قبل الآية دي، يعني أنا كل اللي فهمته إن الآية دي نزلت قبل الآية دي. طب شكرا. طب إجابة أسئلة بتاعتنا يا عم المعمم مفيش. طب الأسئلة اللي احنا طرحناها بقالنا 3 أيام برضو مفيش. طب أنت جاوبت على إيه؟ برضو مفيش. يا ربي يا ربي. واحد بيقول لك شيخنا خليه يكمل، كمل ايه؟ كمل للفجر. خليه يكمل للفجر. يعني انا نفسي اعرف الواحد يتعامل معاهم ازاي. يعني انا تخيل عشان تبين حكم اسلامي لواحد مسلم المفروض ان انت تقعد تلف اللفه الطويله ديت، ولو سبته كان ممكن يتكلم نص ساعه، كان ممكن يتكلم نص ساعه في الاخر عشان يجاوب سؤال وما جابش السؤال في الاخر. المفروض يجاوب سؤال ما جاوبش السؤال. يعني تخيل تديله نص ساعه عشان يبين حكم اسلامي واحد.